مشاهدينا مساء الخير واهلا بيكم معانا في حلقه جديده من لقاء الاجيال. فكره برنامجنا بتدور عن لقاء الاجيال فعلا وتواصل الاجيال من ابناء المهنه الواحده. بنستضيفهم جيل الاكثر خبره وجيل الشباب وبنشوف العلاقه اللي بينهم فعلا علاقه تعاون وتواصل وقد ايه الاثار الايجابيه اللي ممكن ترجع علينا احنا كمواطنين وعلى المهنه نفسها. بيسعدنا ان احنا نقدم لكم النهارده ابناء مهنه الطب وبالتحديد الجراحة وهي من أدق وأخطر التخصصات، الجراحة العامة بالتحديد. معنا الدكتور عادل جودة استشاري ورئيس قسم الجراحة العامة بإحدى المستشفيات. أهلا بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا بك يا فندم. ويمثل بقى الجيل الشباب أو الأزهر شوية الدكتور محمود محمد الحسيني أخصائي الجراحة العامة. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا محمد. دايما بنسأل وبنتساءل، أول سؤال عندنا في الحلقة هي فعلا العلاقة بين الجيلين علاقة تواصل وتعاون ولا تنافس ممكن يؤدي لصراع وبالتالي احنا المتضررين، احنا بقى كمواطنين كعيانين خصوصا في مهنة الطب؟ اكيد الناس بتحس بده، يعني المريض لما بيروح لـ 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 في مستشفى، خليها مستشفى بقى بلاش لطبيب في مكانه، عشان ليه في مستشفى؟ لانه هيشوف الصغير والكبير، فمن خلال تعامله هيحس ان مفيش، لا حتة صراع دي مفيش صراع، بالعكس ده يمكن الجيل القديم شويه او الاكبر شويه بيبقى حريص تماما ان هو يعلم الاصغر في كل الدكاتره كده. اصل بنسمع، انا لسه هكمل واقول في معظم الناس يعني طبعا كل قاعده ليها شواذ، انما كقاعده عامه الكبير دايما بيبقى مهتم قوي ويمكن حريص على الصغير انه يعلمه اكتر من حرص الصغير على نفسه، يعني دايما نجري وراهم، تعالى انت ما جيتش ليه وتعالى شوف العملية دي كذا وتعالى. بس بنسمع عن برضو بعض الأطباء اللي بيتعاملوا مع الشباب بقسوة، نسمع بقى رأي الدكتور محمود. هو كل قاعدة بيبقى ليها شواذ يعني، بس في الغالب وفي العموم انه بيبقى لازم يبقى في تعاون بين الأجيال وبعضها، وبين خاصة الدكاترة الأكبر والدكاترة الأصغر، لأن هو بيبقى زي عملية نسبة وتناسب، بيبقى الشغل ما ينفعش يمشي بحد فينا لوحده. أيوة. لازم الشغل يبقى موجود فيه الأكثر خبرة مع الدكتور الأصغر اللي هو بيحتاج للدكتور الأكبر معاه في بداية حياته. ده صح، خصوصا احنا هنا بنتكلم على ايه؟ على مهنة الطب. قد ايه مهنة مهمة جدا فيها ان الجيل اللي اكبر ينقل خبرته للجيل الاكثر شباب. بالزبط. بنتكلم على صحة مواطن، على حياة مواطن. ما ينفعش بقى ان انا ابص للانتصارات الشخصية. يعني انا عايز اقول لحضرتك على حاجة، يعني هو الجراحة بالذات دايما نقول الجراحة تيم ورك، مش واحد شغال لوحده، ما ينفعش واحد شغال لوحده. التيم ورك ده في الصغير وفي الكبير وفي الممرضة وفي العام، كل ده تيم ورك جوه اوضه العمليات، لازم كله بيساعد بعضه، ما ينفعش واحد لوحده. فحتة ان في تواصل، لا لازم يبقى في تواصل عشان الشغل كمان. حرصا كمان على المصلحة العامة. ننتقل بقى لمهنتكم بالتحديد وتخصصكم هو الجراحة العامة. ابدا بحضرتك دكتور وافهم جراحة عامة بمعنى جراحة عامة، يعني تقدر تعمل كل انواع العمليات الجراحية بدون تخصص معين؟ شوف انا هقول لحضرتك على حاجة، يعني احنا زمان واحنا صغيرين لما اتعلمنا من الجيل اللي اكبر مننا، كان ساعتها معنى الجراحة العامة زي ما حضرتك بتقولي كده، كانوا بيعملوا كل حاجة. الجراح العام ده يعمل أي عملية، لدرجة إن في حاجات في المسالك كانوا هم يعملوها، حاجات مخ وأعصاب هم الجراح العام يعملها، حاجات في أمراض نساء الجراح العام يعملها. بدأت تتقلص الحكاية دي لحد ما وصلت لنا إحنا، بدأت تتقلص شوية الجراحة العامة دي، تقريبا تشمل جراحات البطن، الغدة الدرقية، الثدي، الأورام، وبدأت بعد كده إحنا دلوقتي بدأت تخصصات جوه تخصص الجراحة العامة نفسه كمان. يعني في تخصص جراحة جهاز هضمي، في تخصص أورام، بس في تخصص بيشتغل على الهدى النكل الرقبة بس، فبدأت تتقلص دي كمان تخصص. حتة الجراحة العامة دي تشمل ايه؟ كل مدى بيحصل كل مدى تخصص اكتر. بالظبط. طب تخصص جوه كان التخصص. الشباب حضروا بقى اللي هو التخصصات الدقيقة جدا، يعني حتى العظام ما نقدرش دلوقتي نقول ان في دكتور عظام يعالج اي حاجة في العظم، لا ده كل عظمة بقى ليها دلوقتي ممكن بالزبط. نقول الدكتور المتخصص ليها. ده نقول نتيجة ايه؟ تقدم اللي حصل؟ هو تقدم، وفي نفس الوقت انه ما ينفعش الـ يعني العدد بتاع الـ الـ الـ
ان التخصص نفسه بقى فيه سب سبيشاليتي كتيره، بقى فيه تخصصات كتيره جدا، الوايد رينج بتاع ديزيزز يعني الامراض كلها كترت كمان. فكان حتى في العظام وحتى في التخصصات الدقيقه بقت فيه تخصصات ادق. يعني ممكن نتكلم في العظام ممكن جراحات العمود الفقري بس، ممكن نتكلم في جراحات الحوض بس، حتى قسموا الجراحات الدقيقه لدرجه حتى عشان يقدر المريض الدكتور يفيد العيان باكبر قدر من عنده، ويقدر ما يبقاش فيه نسبه فشل نسبة أي نسبة فشل في أي عمليات أو أي تعامل مع أي مريض. وبالتالي طيب المناهج اختلفت بما أن التخصصات اختلفت وبقت أكثر دقة، ويعني هل بقى المناهج في دراسات نظرية مقابلها؟ ده أكيد، اللي هو اللي بنا عليه البوست جرادويت ما بعد التخرج، التخصص الدقيق. التخصص الدقيق في شهادات في التخصص الدقيق، يعني في دلوقتي دكتوراه في الاورام لوحدها، في دكتوراه الدراسات العليا بقى والماجستير والرسائل. ده في التخصص الدقيق، في طبعا كدراسيا وعمليا. هو حته التخصص الدقيق دي بدات تفيد وتعود على المريض بمصلحه مهمه جدا للمريض، ان هو ايه حضرتك زي ما ذكرت مثلا تخصص زي تخصص العظام، في ناس بتشتغل على الركبه بس، في ناس بتشتغل على العمود الفقري بس. فلما يبقى كل تركيزه على مكان معين عدد الحالات عنده اكتر، دراساته تبقى اكتر، فبالتالي المنتج بتاعه في الاخر هيبقى افضل بكتير. اكيد طبعا. اكيد من افضل بكتير من اللي بس مع الاخذ في الاعتبار ان هو لازم في البدايه لازم يبتدي جنرال، لان جنرال دي بتفيد عام، يعني دي بتفيده في حاجات كتير جدا، بتفيده في 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 الهاند سكيل، مهاره ايديه نفسها، بتفيده في اخذ قرار مع مريض معين، بتفيده ان هو شغال في حاجه اللي هو السب سبيشاليتي بتاعته اللي هو التخصص الدقيق بتاعه دي، في حاجه تانية مع ما يحتسش. لازم يبقى عارف، يبقى لازم اولا قبل ما يدخل على التخصص الدقيق لازم بياخد فتره معينه في فترة في التخصص في العام، وبعدين بعد كده يبتدي يتخصص تخصص دقيق. لكن التخصص العام اللي هو تخصصكم او الجراحه العامه، يعني نقول دي اول خطوه المريض لما بيتعب بيفكر يروح لجراح عام، وانتوا بقى اللي بتحددوا يروح لاي دكتور متخصص بقى. تمام. انت بترفض احيانا عمليات وتوجهه للدكتور في حاجات بنحوله للدكتور المتخصص دقيق. ده لمصلحه المريض. ايوه ده وارد وحالات كتير جدا. خلوني اطلع لتقرير بدعوكم لمشاهدته والساده المشاهدين، ونرجع نستكمل الحوار. تطورت مش بس المجال الطبي، في كل المجالات وفي مجال الجراحه عموما، يعني اكيد اتطورت. بس احنا لو قارنا الكلام ده بالدول الاوروبيه والكلام ده، طبعا اكيد في يعني الفرق، المستويات بتفرق، بس احنا المفروض يعني احنا في اتجاه التطور والحاجات دي. هو اكيد طبعا مستوى الطب في مصر تقدم، بس تقريب من مستوى الجراحه ومستوى الطب في العالم طبعا مش ممكن يكون وصلنا لده، اللي فرق بيننا وبينهم جامد جدا. اكيد اتطورت في مصر، اصبحنا بننافس حتى المستشفيات العالميه، والدليل على كده ان بعض الاخوه العرب بيجي يتعالجوا عندنا في جراحه القلب وفي العيون وفي زراعه الكبد. في تطور في مصر، فكمان جراحات القلب ابتدت تبقى الموضوع منتشر، واحنا عندنا احسن دكاتره في مصر جراحات القلب، كلام مشهور، الناس بتجيلنا من بره اصلا العرب والاجانب عشان جراحات القلب. ما شاء الله في تقدم، لدرجه ان في ناس ما شاء الله من جميع انحاء العرب عندنا بيجوا، اسكندنافيين، تونسيين، مغاربه. اهلا بكم مشاهدينا مره تانية، بنستكمل حوارنا ولقائنا مع مهنه الطب وبالتحديد الجراحه العامه. وكنت بسال سؤال قبل التقرير عن علاقه الثقه، زادت ولا قلت؟ دلوقتي بنلاقي ان مثلا في طبقه معينه من الناس اللي عندها امكانيات بتفضل تسافر بره في الخارج، ده نتيجه ايه؟ يعني مع ان بيقال ان احنا عندنا الموارد البشريه والمهارات البشريه عندنا هنا في الاطباء في كفاءات، فايه السبب؟ بالظبط، في ده في بالظبط كده، في كفاءات ممتازه جدا، ويمكن مهنه الطب بالذات من اكثر المهن اللي التطور فيها سريع، واحنا عندنا في مصر الحمد لله يعني الدنيا بتلاحق وبتواكب كل ما هو جديد. يمكن دي من اكثر المهن اللي فيها تطور حتى عندنا في مصر. ما احناش زي ما بيقولوا في الديل، لا مهنه الطب لا،
لان اللي بيتعمل بره النهارده بكره بيبقى موجود عندنا بنفس الامكانيات ومش عايز اقول كمان بنفس الكفاءة. يعني احنا فعلا لما بنسمي الدكتور ده ثروة بشرية ده حقيقي يعني. هو مش بنقول برضو مش بنقدر نعمم، لكن بنقول ان الدكاترة دلوقتي فعلا عندنا في كفاءات يعني كتيرة جدا بدون تحيز. فعلا بدون تحيز فعلا يعني الطبيب المصري من 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 امهر الاطباء. يكفي ان هو بيشتغل بامكانيات محدوده مش زي بره، ما عنده بره امكانيات اعلى بكتير جدا، وبيدي احنا عندنا في مصر بنشتغل يمكن بامكانيات اقل، وبندي نفس الريزلت نفس النتائج اللي بتطلع بره او قريبه منها. عشان بس ما نبقاش مبالغين يبقى كلام واقعي. هسال دكتور محمود، يعني دلوقتي التقدم اللي حصل الشباب المفروض يستفيد منه في كل مهنه تمام. ومنها طبعا مهنه الطب، هل فعلا بتطلعوا ده ساعدكم على ان انتوا تعرفوا كل ما هو جديد اول باول تحاولوا تطبقوا، خصوصا في عمليات بتتصور تمام بالتفصيل والمعلومات متوفره بالظبط. يعني هو في حاجات كانت يعني ابسط مثال ان في امراض معينه كانت بتتعالج زمان بطرق معينه من العلاج، دلوقتي بدات تبقى في طرق تانية على نفس المقياس الجراحه. زمان كنا مثلا، دلوقتي المناظير بقت منتشره بدرجه كبيره جدا، بدل ان العمليات تبقى جراحيه من A to Z دلوقتي بقينا نعملها بالمناظير. المناظير طبعا هي على المريض اريح واحسن، وفي نفس الوقت بتخلي وقت بقائه في المستشفى او وقت بقائه وفتره النقاهه بتاعته بتكون اسرع، فدي بتريح جدا. فدي من الاشياء اللي هي الحديثه اللي بدات تنتشر في مصر جدا دلوقتي. ايوه، احنا على قد ما نقدر متهيالي الدكاتره دلوقتي او اتجاه الطب في الخارج عموما ان يعالجوا بدون مشرط جراحي، ولو اضطروا الى المشرط الجراحي بقينا نتكلم على حجم فتحه الجرح ومساحته، وكلما قل كلما ده دل على التقدم وعلى مهاره الطبيب. هل ده صحيح؟ الى حد ما يعني زي ما الدكتور محمود قال موضوع الايرج بتاعه المناظير، ايرج المناظير دي مش جديده، دي قديمه، انما كل يوم فيها تطور. يعني المناظير كل يوم فيها تطور، اللي كان الحاجات اللي ما كانتش بتتعمل قبل كده بالمنظار دلوقتي بتتعمل تقريبا يمكن 80% ولا 90% من العمليات بتتعمل بالمنظار، المناظير الجراحيه. وعلى قد ما دايما اقول ان فكره المنظار مش بس الجرح الصغير، لا، فكره المنظار اهم من الجرح الصغير كمان، ولانه طبعا حته الجرح الصغير دي مهمه مش حاجه جداً. بسيطه مش حاجه بسيطه بالنسبه للمريض، مش كوزموتيك، مش تجميل. لا، ده انت حضرتك لما بتعمل عمليه جراحيه بفتح جراحي، يعني في جرح في طويل في الجلد والعضلات، وترجع تتخيط، فبالتالي حركه بتبقى متعبه جدا، مؤلمه للمريض. الحركه المؤلمه للمريض دي بتاخد من صحه المريض على نفسه، بتعدي في البيت فتره طويله، وما يعود عليه اقتصاديا بقى من قعدته دي. انما هي الفكره المهمه والاهم من كده كمان، ان انا وانا داخل بالمنظار انا دايما بعمل استكشاف للاريا اللي داخل فيها كلها. يعني مثلا لو بعمل عمليه جراحيه في البطن، قبل ما ببتدي اعمل العمليه بتاعت التارجت اللي انا داخل عليه، يعني هعمل مراره، هعمل استئصال قولون، هعمل استئصال زايده، هعمل اصلاح فتق في الاعجاب الحاجز، ايا كان العمليه اللي انا داخل اعملها، قبل ما ببتدي انا بعمل استكشاف للبطن كلها. فدي ميزه مهمه جدا 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 ان انا في المنظار، ان انا وانا داخل اعمل استكشاف للبطن كلها. يعني زي ما كان دايما اساتذتنا زمان يعلمونا يقولوا ايه، لما تدخل تعمل زايده، كان زمان يقولوا لنا كده، لما تدخل تعمل زايده ما تعملش فتحه صغيره كده عشان المنظر والتجميل وبتاع، المريض ده مش كل يوم بطنه وتتفتح، انت فتحت اعمل استكشاف، بص بعينيك شوف ده كان الاتجاه، يعني العكس زمين. تماما ان انت ما دام فتحت اكشف بقى بالمره على المنطقه كلها وافتح على قد ما تقدر. فدلوقتي المنظار وفر لي دوت بفتحه صغيره، فتحه صغيره نص سنتي او سنتي، يعني انا اعمل الموضوع دوت وابص على يعني في السيدات، ابص على الانابيب، ابص على الرحم، ابص. والاهم كمان من كده ما بعد العمليه من التصاقات بقى في الامعاء بتحصل من الجراحه، انما مع المنظار نسبه حدوث الالتصاقات دي قليله جدا جدا، ويمكن دي تبان اكتر بقى في السيدات، والانابيب اللي بتتقفل ويحصل وراها
بعد كده عقم والكلام ده، ده دلوقتي قل كتير جدا. يعني دايما مثلا الدكاتره يجوا يقول لما نقول هنعمل زي ده بالانذار، تقوم تلاقي حد من الجيل القديم شويه او حد من لسه الموضوع بالنسبه له يقول طب ما انا هعمل ازاي ده من فتحه سنتي، انت هتعملها من فتحه سنتي واثنين وفتحتين عشان تدخل بالمنظار والفتحه الثانيه عشان تدخل بيها الاله، او ما اقول له انا عندي مستين اهم من الفتحه الصغيره دي، ان انا هعمل استكشاف للبطن هقلل الالتصاقات ما بعد العمليه اللي هي ممكن تؤدي الى ان يبقى في عقم، في انسداد معوي، في مشكله، في مشاكل خطيره جدا، انا قللت بالمنظار. أيوة. فده ده ميزه خطيره بالظبط كده الموضوع المنظار. ونقدر نقول ان برضو بالمنظار بتتم دلوقتي احدث العمليات اللي هي منتشره تقريبا معظم العمليات تماما، عمليه التكميم اللي هي السمنه تقريبا دي من اكتر عمليات انتشارا دلوقتي. وبقت بالمنظار دلوقتي. اتفضل دكتور محمود. العمليه منتشره كمان عشان المنظار بقى سبب رئيسي فيها. أيوة. ما بقتش عملية جراحية بفتحة جرح أو كده، لا بقى المنظار وبقى العين. وعشان أمراض السمنة دي من أمراض العصر، وكل الناس بتحاول تعمل رجيم ودايت حياتها كلها وغالبا ما بتنجحش، ولو حل سحري يعني. ده صحيح. فنقول ان هي منتشره جدا في مصر مش كده؟ ومش والمرضى ما بقوش يلجأوا ان هم يعملوها في الخارج. انا شايفه ان في ثقه لا لا يعني وبيلجأوا لدكاتره مصريين. تقريبا يوميا في عمليات لتكميم المعده وحالات كتير فعلا، يعني حالات كتير. أيوة. هي حتى ما بقتش دلوقتي في الخاص بس، لا هي بتتعمل في المستشفيات الحكومي والعامه. طيب على ذكر بقى مستشفيات الحكومي، يعني عايز اقول معلش عايز اقول لحضرتك على حاجه، العكس صحيح تماما. يعني انا عندي مرضى بيجوا من الخارج، مش العكس بقى ان المرضى هنا بيسافروا عشان نعمل لهم عمليه. لا احنا بقينا بارعين فيها. ده حقيقي. احنا يعني كل يوم انا بسمع الارقام اللي كل دكتور بيعمل عمليه تكميم من فيها من السعوديه ومن اليمن. جايين مخصوص عشان اعمل لهم تكميم. طيب على ذكر حضرتك كنت بتذكر المستشفيات الحكوميه، وعايزه اتكلم على التامين شويه. واللي اعرفه كمان ان غير التامين الحكومي في شركات كمان بتعمل تامين لموظفيها، تامين خاص بيها. معظم الشركات دلوقتي غير التامين العادي. طيب التامين ده نقول اللي بتعمله الشركات بيبقى شكلي، ولا فعلا هو بيغطي مصاريف العمليه وبيفيد المريض وبيغطي تكاليف عندك؟ في حالات كتير في معظم الشركات بيغطي تغطيه شامله للعمليه باقامه بكل التكاليف لحد ما المريض يخرج. وبعد ما بيخرج كمان العلاج بعد بعد ما بيخرج كمان. يعني انا عندي تعاقدات كتير من الشركات دي، معظم كلهم تقريبا كلهم الشركه بتغطي له كل العلاج بتاعه بما فيه العمليه في كل المستشفيات، شامله كله، شامله العمليه وشامله الاقامه وشامله ما بعد العمليه كمان. ايوه. لكن التامين بقى العادي بصراحه في مشاكل لسه برضه؟ التامين العادي بقى فيه مشاكل او عشان العدد يعني الزياده السكانيه بدات، يعني المستشفيات ما بقتش تبقى قادره تغطي كل العدد ده. بالظبط. فبدا يبقى فيه حاجه اسمها قوائم انتظار. فقوائم الانتظار دي هي اللي خلت الناس تقول ان الخدمه في المستشفيات التامين او المستشفيات الصحيه بقت قليله. هي ما بقتش قليله، هو العدد زاد فقوائم الانتظار زادت. فده بدل ما كنت بدي مثلا لمريض ميعاد ان هو يعمل العمليه عندي مثلا بعد اسبوع اسبوعين بعد ما يخلص تحاليله ونتاكد ان هو قادر ان يعمل العمليه. بالظبط. الحاله العامه الحاله العامه كويسه دلوقتي، لا مثلا بقول له مثلا شهر. فدي مش عيب. مش كل الحالات تقدر تستنى الشهر. بالظبط. في حالات المفروض تصنف انها حالات بتبقى اكسبشن. لا دي حالات استثنائيه. حالات الطوارئ دي لا مالهاش علاقه بالقوائم. حالات الطوارئ بنتكلم على العمليات اللي هي بنسميها احنا عندنا عمليات الكتيف، اللي هي العمليات اللي ممكن ما تبقى يعني الحالات الكولد. حالات الكولد مش طوارئ. يعني مريض عنده فتحه كولد بمعنى ان ممكن الانتظار وممكن ما يعملهاش، ما فيش الضروره القصوى يعني ان هو يعملها. مش طوارئ، مش ايمرجنسي. حالات الايمرجنسي بتتعمل ما فيهاش انتظار، ما فيهاش انتظار وما فيهاش نقاش وما فيهاش اي تاخر. طيب احنا السؤال ده هنساله للناس، هم طبعا يعني هو ده سؤال اولى ان احنا نساله للمواطنين والناس طبعاً. العاديه ونساله بالتامين اخباره ايه، سواء بقى المتامن عليهم تبع الشركات الخاصه او التامين العادي، ونشوف وصلنا في موضوع التامين اللي ايه وايه مشاكله بالظبط من على ارض الواقع. نشوف مع بعض. انا احب ان كل مصر يبقى لها تامين صحي،
بالذات العمال مش الموظفين بس، هي بيأمن نفسه إنسان أحيانا بيتعرض للحوادث ما معاش المبلغ اللي هو يعمل به في المستشفيات الخاصة، فاضطر يتحول على التأمين الصحي. أتمنى أنها تكون أفضل من كده ويحاول يوفر بقدر الإمكان، لأن هم بيخصموا التأمين بأوريدي من المرتب بتاعنا وبيبقى مخصوم، فيعني أتمنى أن هم يوفروا لنا. أنا عارفة طبعا أن إحنا كتير قوي وأن البلد بقت إنجاب كتير وكلام من ده. العمليات اللي إحنا بنبقى مطلوب نعملها، العمليات دي متأخر فيها قوي، مثلا 6 اشهر 7 اشهر سنه، وده طبعا تاخير. العمليات دي المفروض عمليات مستعجله، المريض فينا يبقى لازم يعملها بسرعه عشان المرض عنده ما تفاقمش ويزيد. اتمنى ان يبقى في ان انا مثلا اروح الجهه بتاعتي اللي هي الممارس العام اللي انا رايح له ما يدوخنيش، اخلص كل اوراقي وكل حاجتي في نفس المكان. الان المشروع الجديد الذي يقدمه الغزيمه القدومه والنظام الجديد قد يحمل البشرى معه. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، بنستكمل حوارنا وبنتكلم على علاقة المريض. كنت سألتك سؤال في تقريبا بداية الحلقة، بتنتهي بانتهاء العملية بتنتهي بانتهاء العملية الجراحية؟ لا ولا وبيبقى خلاص علاقته بالتمريض وعلاقته بالعلاج الطبيعي مثلا لو محتاج، ولا لا لازم الجراح يتابع؟ هو عموما ما بتنتهيش بانتهاء العملية، ده في حالات معينة عمليات معينة المريض بيفضل متابع مع الطبيب بتاعه فترة طويلة تكاد تكون سنين، إنما العمليات البسيطة بيتابع معاه بعد العملية مثلا لمدة أسبوع أسبوعين شهر على حسب نوع العملية. يعني مثلا على سبيل المثال زي ما حضرتك تفضلت وقلت من شوية من العمليات المنتشرة السمنة، المريض بتاع السمنة ده مش علاقته ما بتنتهيش بانتهاء العملية، بالعكس ده بتبتدي علاقته بالطبيب بتبتدي بعد ما العملية تنتهي، لأن ما بعد العملية ديت وأنا ببتدي أكيف له طبيعة الأكل بتاعته ونوعية الأكل بتاعته ومتابعته بقى وزنه نزل في الفترة الأولانية قد إيه، المشاكل اللي ممكن تحدث بعد من نوعيات الأكل اللي بياخدها، وفي حاجات معينة ما بياخدهاش، نبتدي نظبط له الأملاح بتاعته في جسمه، نظبط له كل دي، متابعات دي بتستمر لسنين. ولازم الصراحة مع المريض، يعني في عملية مثلا زي التكميم، هل حقيقي ان بعد مرور وقت معين ممكن المعدة تتمدد فلازم يكون حريص كأنه عامل رجيم على طول؟ يعني انا بقول للمريض بالظبط كده، احنا عملية تكميم المعدة دي بصورة مبسطة جدا، المعدة بتبقى اللي هي كده دي بتشيل الاكل ده كله، انا بحولها لك خليها تيوب انبوبة بالظبط كده، بس خد بالك الانبوبة دي زيها زي البالونة، يعني لما اقعد انفخ فيها هتتمدد مش هترجع تاني. يعني ايه، انت حضرتك لو نفخت في البالونه وسبتها فتره منفوخه كده ورجعت ما بترجعش للطبيعه بتاعتها لا بتبتدي فيها شويه ترول تتمدد، فبالراحه في الاكل اول فتره عشان ما يحصلش ترجيم ما يحصلش مشكله، بعد كده عشان ما تتمددش تاني. ايوه على المدى الطويل ممكن تتمدد. فزي ما حضرتك بتقول المتابعه في بعض العمليات اهم من العلاقه والعمليه نفسها والعلاقه ما قبل الجراحه. مهم نفس الاهميه بتاعت العمليه. ايوه نقول ان اي حد يقدر يبقى جراح، يعني انا لو ذاكرت كويس وخلاص تخصصت في مجال معين اتساوى مع اي طبيب، ولا هنا بترجع لعده عوامل والجراح ده لازم يكون ليه مواصفات كمان معينه، مش اي حد يبقى جراح؟ بالظبط ما ينفعش الجراح بالذات لازم يكون عنده بياخد قراره بوقت قصير، خاصه يعني عايز مواصفات شخصيه كمان بجانب الدراسه والعلم بالظبط. يعني ممكن يبقى قراره بيفرق في الوقت، بيفرق في وقت المريض نفسه، في وقت المرض اللي عند المريض، قراره في المتابعة كمان لو هي أمراض كبيرة زي الكانسر أو زي الأمراض اللي هي التهابات القولون أو الانسداد المعوي، بتفرق فترة المريض، التحليل اللي بيعملها كل ده بيفرق معاه، فما ينفعش إنه أي حد يبقى مذاكر يبقى ممكن يشتغل جراح، لا ودي كمان بتيجي بالخبرة، يعني هي مش بتيجي إنه هو من أول مرة إن الواحد ممكن يبقى على أول سلمة لا يقول إنه هو يبقى كده جراح خلاص، لا فترة مع حالات كتير بص عليها. أيوة. مع حالات كتير شافها مع شغل، يعني نسمع عن الجراح لازم حاجة. اعصابه تبقى قويه جدا وفي ان في تمارين بتمر بيها، يعني الجراح عشان يبقى جراح كويس، يعني انا بشبهه بالظبط كده زي عازف البيانو، هي مش محتاجه مهاره بس، لا محتاجه موهبه.
يعني انا بالظبط الجراح ده، انا حتى دايما اقول لهم كده الجراح ده ماسك المشرط كانه بيرسم لوحه، عازف. مع المهاره دي لازم يبقى في موهبه، والموهبه دي يثقلها الدراسه، الاثنين مع بعض. ما تنفعش دي لوحدها ولا دي لوحدها. عشان كده دايما اقول لهم ان احنا يحب الجراحه، اللي يحب اي حاجه، اي تخصص، اي مهنه، اي حاجه في الدنيا لازم عشان نبقى متميزين فيها نحبها. يعني ايه حضرتك؟ مش كتاب همسك اقرا فيه وبعدين اقوم اطبق اللي فيه، ما ينفعش خالص. ولازم نبقى على تواصل. الجراحه دي بالظبط كده. الجراحه دي لازم انا حد ماسك ايدي يعلمني، وانا عندي الرغبه ان اتعلم، وعندي التالنت بتاع الديسيشن ميكر، الموهبه بتاعت ماسكه المشرط، الموهبه بتاعت الشغل. الجراح ده محتاج زي ما بيقولوا كده الفاين تاتش، فبتفرق كتير من جراح لجراح. ايوه، غير ان الاعصاب زي ما بقول لحضرتك ده مهم جدا. جراح اكيد طبعا. والاعصاب والمفروض يعني اعصابه تبقى كويسه، بس مع ان انتوا بتعملوا تمارين قوية او لازم اسلوب حياه ونمط حياه وعدد ساعات نوم برضو مهم. مهم قوي ان انتوا تراعوه. مهم، ده مهم طبعا. يبقى مرتاح نفسيا عشان يقدر يركز جسمانيا لانه في امراض معينه بتبقى تشخيص الجراح بيفرق فيها. زي ما قلت لحضرتك القرار بيفرق، في القرار لما بيفرق لازم يكون الجراح نفسه مركز وهو بي 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 بيفحص العيان او بيكشفه او بيسمع للعيان الاول. فدي بيفرق فيها طبعا التركيز، بيفرق فيها عدد ساعات النوم، بيفرق فيها الشغل، بيفرق فيها ان انا لما ادخله العمليات وانا ابدا اشتغل العمليه لازم برضو يبقى فارق معايا انا بعمل. يعني التركيز مع المريض نفسه بتبقى حاجه مهمه جدا. أيوة. مع القرار. احنا سعدنا بلقائنا معاكم الدكتور عادل جوده والدكتور محمود الحسيني، بشكركم مره ثانيه. بشكر ايضا مشاهدينا على متابعتهم لينا في هذه الحلقه، ولقائنا في نفس الميعاد الاسبوع القادم حلقه جديده من لقاء الاجيال. شكرا والى اللقاء.